مساء الخير. الليلة هي الحلقة الأخيرة من التحدي الثقافي الكبير إريكا 2017، ومن خلالها ومن خلال النتائج منعرف مين هن أول ثلاث فرق معنا لهالسنة. خلونا نبدأ نرجع نتعرف على الفريقين. تفضلي. فانيسا غيال، كلية شرقية. ديما سمايلي، الثانوية الإنجيلية. مريم أبو فيصل، الأنطونية. سارة الخطيب، الكلية الشرقية. سالين الرحيمة، ثانوية الإنجيلية. مارون تنوري، سنة اللي دور زحلي. أهلا وسهلا فيكم. لياس الأحمر، الكلية الشرقية. زينب أبو حمدان، سنة اللي دور زحلي. كارينا منير، كلية الشرقية. أنجليكا غزال، الثانوية الإنجيلية. بلال حمدانية، الثانوية الإنجيلية. ميشيل معقار، الكلية الشرقية. كمان أهلا وسهلا فيكم عن جديد معنا. نبدأ مع دي، والسؤال الأول بالتاريخ عن زحلي. ابتداء من العام 1825 زاد الأسقف من انتمائه الزحلي، كيف أصبح يوقع؟ يلا يا مارون، الصبايا متكلين عليك، هيئتهم بالتاريخ. يلا يلا. مطران، فرز الزحلي والبقاع. برافو يا مارون، أول علمتين لإلكن يا مارون. السؤال الأول بالتاريخ للقام. بعدما توفي الشيخ يوسف الحاج شاهين سنة 1838 والشيخ إبراهيم مسلم سنة 1841، من تسلم المشيخة بعدهما؟ عبد الله أبو خاطر وإبراهيم مسلم. عبد الله مسلم. قالت اسم صح يا أستاذ. عساف مسلم. شو يا أستاذ؟ خيار لألو. أوكي. نعتبرها علمتين لأنه العائلة صح، نعطيها اثنين. السؤال هلأ لدي بالتاريخ عن زحلة. من هو ممثل زحلة في مجلس الإدارة الذي عينه جمال باشا في أواخر أيار 1915؟ تراجعوا معه. ما في جواب؟ شو يا كريم؟ يوسف برداويل. صح 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 يا كريم، علامة لإلكن، صار معكن ثلاثة. منتبه معكن، والسؤال كمان عن تاريخ زحلة. في أيلول 1920 استبدل الجنرال جورو مجلس الإدارة بلجنة إدارية مؤقتة، بمن تمثلت زحلة؟ عبد الله أبو خاطر. كريم، عم تعطيني العين المضبوطة يا كريم. يلا شباب. لا ما فيكم تتشاوروا لأنه خلص الوقت. الجواب هو إبراهيم، مضبوط. إبراهيم. كريم عم تعطيني العيلة بس ما عم تعطيني الاسم مضبوط. منتبه مع الدي، والسؤال الثالث عن تاريخ زحلة. من هو الصحفي الزحلاوي الذي لقب بالصحافي التائه؟ شو يا مارون؟ شكر البخيش. لا يا مارون. اسكندر الهاشمي. انه يا الاسم يا العائله. كريم مش عم تزبط معك. اسكندر الريش. ريش ركزي يا كريم. منتابع مع الكاو، والسؤال الثالث بالتاريخ عن زحلة. ما هي الجريده التي انشاها اسكندر الريش عام 1921 بعد سنه من عودته للبنان؟ شو يا كريم؟ البردونة؟ لا كان لازم تنتبهوا عليه للجواب. الجواب هو الصحافة التائه. مرق سؤال قبله.
ليكوا الصدف ثائب ومغلف فين فيهم زاد السؤال هو ذاته مكرر اثنينكم ضعتوا يعني انا قد بدهم يعرفوه معقوله هذا سؤال رشاح وسؤال شانس وصار ليش ما يلا نكمل بنكمل مع دي والسؤال في تشرين الاول 1919 انضم الى وفد البطريرك لحويك في باريس اسقف زحله والبقاع بالنيابه عن زحله من هو يلا يا مروان صبايا لو درسين ومراجعين كنتوا ساعدتوا لمارون هولي بوندو رشال كيريلوس مغابري برافو صح برافو يا مارون قوي قلبك خايف يا مارون عم بقول له قوي قلبك علمتين لإلكم صار معك أربع علامات منتبه مع الكا والسؤال كمان بالتاريخ عن زحلة في 22 أدار 1920 وصل الوفد الزحلي الكبير إلى بعبدة مع سائر الوفود اللبنانية ماذا أقر المؤتمرون؟ أنه يرجعوا يردوا المناطق اللي أخذوها يرجعوا يردوا المناطق استرجاع المناطق اللي اخذوها من زحله وجوب دعوه اللبنانيين لاسترجاع الاراضي وتسكير الطريق بين سوريا في كلمه جوهريه ما ضعتوا ضعتوا اعاده الحدود الطبيعيه للبنان اللي راح اعاده استقلال لبنان الكبير اعلان الاستقلال لبنان الكبير واذا بدكم تعرفوا شغله اول مره اعلنت دوره لبنان الكبير من زحله من اوتيل قادره كان الإعلان الأول قبل ما يعلن الجنرال جورون من بيروت أعلنوا من هون منتبه مع دي وأول سؤال تحليل شعري استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى ورأى الناس نورها يملأ الدنيا فقالوا ما شمسنا ما الضياء ومشى موكب النساء فقالوا هي في الأرض وحدها للشاعر راجي الراعي أكيد بدها تنتهي يلا يا سارة وعمض ما تعرفي تبهوا للمعنى ببين معكم الجواب بسرعة البهاء لا يا سارة السماء سمراء هي في الأرض وحدها الحسناء هي بدها تكون سماء وشباب وحدها الحسناء منتابع معكم كا والسؤال الأول بالتحليل الشعري استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى طباب المجد في علياه شدنا صروح العز فامتدت رحابا إلى قرطاجة سرنا غداة فكان الفتح للتاريخ هذا البيت للشاعر ريمو جان الأسيس بدأ تنتهي ببا وأكيد كلهم شعراء من زحلة هاو الشباب اللي عم نذكرهم عم ناخد من أبياتهم شو معنى كلمة شدنا؟ معنى كلمة شدنا كلمة؟ شدنا شدنا, شدنا بنينا قولي شي كلمة بابا أبوابة برافو يا ليش انت عارفة سارة مش هيك لا ما سارة سيارة بقول له عنا بقولوا له مثلا علمتين لإلكم صار معكم خمسة عم يعمل سسبنس لا مبين منتبه مع دي والسؤال الثاني بالتحليل الشعري وقفت عند ليلها تنشد الفجر
فلبت نداءها ظلماء ورآها الصباح تخطر فيه، فتمنى أن لا يكون للشاعر راجي الراعي. أكيد ما بدنا ننسى نتشكر الأب سيبا سعد لاستضافته لنا على مسرح الشرقية. ما هيك يا أستاذ سمان؟ بدها تنتهي كمان بقو. شو يا سارة؟ مرة بدعت بالشعر سارة، هالمرة مش عم تجيب السحب كثير. بلقوه مش موافقة سارة. بلقوه مش موافقة لأن قبل شوية طلع على الحسناء. خلص قولي. المساء. مساء. على الصباح عكس المساء أكيد. برافو يا سارة. علمتين لإلكم صار معكم ستة. جروبكا سؤال لإلكم. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. نسك التهجد في ظلال رباكي وتصوف الإشراق حين رآك، هي سكرة تذوب فيها صبابتي وترد أشواقي إلى. للشاعر إدوار أيوب رياشي. بدها تنتهي بكي أكيد. هواكي ذكراكي. ذكراكي. برافو يا سارة. علامة لإلكن صار معكم سبعة. هيدا تحليل حلو يا سارة، بيرجع واحد بيرزق شو على ذكرياته صح. تريبيان منتابع معكم. والسؤال كمان بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. تكرمي إن زحلو إنني شعري يا قصيدة أنكرت إلاك كل. معكم دقيقة لتعيدوا ترتيب هيدا البيت للشاعر أحمد شوقي. هيدا أكيد أحمد شوقي منه من زحلة، بس عامل قصيدة جارة الوادي لزحلي، مش هيك نقيت كم بيت منها بعدة حلقات. تكرمي إن شو لقيتو أستاذ كمال بما إنه عم تحكي عن زحلة حطيتها. بالضبط. يا سارة. لقيتها يا الياس. اكتب اكتب. زحلو. زحلو. زحلة يعني. زحلو يعني مطرح زحلة، إذا كان زحلة بينكسر البيت، مش أنا هيك حد زحلو. يلا يا سارة. زحلو اخر كلمة. شو يا سارة؟ يا شعري انني زحلو. لا. ان تكرمي شعري يا زحلو انني. بس بلش صح. ان تكرمي يا زحلو شعري انني انكرت كل قصيدة إلاك. هيك والبيت شو حلو انه اجمل قصيده ممكن تنقاد بالتاريخ هي زحله. يا منتبه مع الكا. والسؤال كمان بالتحليل الشعري.
أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلمته. أدري. أدري. الهوى. لم. طيب. على. العناق. ما. ترفق. ساعدي. فتواقي. حتى. كمان من قصيدة يا جرة الوادي. فهي هيك بيكون في إكليبر. أكيد مش درسين القصيدة بس مفروض يحللوا البيت. إذا انتبهوا على التحريك بيقدروا إلى حد ما يحطون ورا بعض. أدري كسرة، انتبهوا مش هي كسرة. بس تكون كسرة تفهموا المعنى ليش بدها تكون كسرة. شو يا زينب؟ مبين معك؟ قرب الوقت ينتهي. لم أدري ما الهوى على العناق. على طيب العناق. لا هي ولا هي، ما تزعلوا. لم أدري ما طيب الهوى على العناق. كمان لا. لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعدي فتواقي. قلت لكم انتبهوا على أدري كسر لأنه مجزوم باللام، يعني اللام بدها تجي قبلها. منتبه مع دي. والسؤال كمان بتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. سأهدي أغنية غدا الفجر إليك. تطيب أرحائنا غدا على. خلص الوقت يا سارة. يلا شباب، يلا صبايا. سأهدي غدا أغنية الفجر إليك. غدا الفجر سأهدي أغنية إليك تطيب القبر. الجواب غدا سأهدي إليك الفجر أغنية غدا تطيب على أرجائنا القبل. منتابع مع الكا. وآخر سؤال بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. ميعتي حدقت هو الشباب في ولو. شيخا أبصرت هزيلا فيه. ميعتي حدقت هو الشباب في ولو. شيخا أبصرت هزيلا فيه. شباب هون بدي أعطيكم ملاحظة ليكو. تما تضيعوا
فيكن تاخدوها حدقتها وتحت أبصرتها أو حدقتي وأبصرتي، نينو بيمشوا حدقتها أبصرتها حدقتي أبصرتي. خلص الوقت، في جواب؟ يلا يا الياس. يلا. أنا. ولو حدقتها هو في ميعة. هو الشباب ولو حدقت في ميعة. كمان لا. هو في ميعة الشباب ولو حدقت فيه أبصرت شيخا هزينا. مع نهاية الفقرة الأولى من التحدي الثقافي الكبير أريكا، بذكر بالعلامات. الدي معهم 7-5 للكا. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من أريكا. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير أريكا، بذكر بالعلامات. جروب دي معهم 7-5 للكا. نبدأ معكم دي، والسؤال الأول بكرة القدم. من هو الألماني الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب فريق بايرن ميونخ عام 2016؟ عندكم جواب؟ ايه ايه في يلا يلا قولي. ايه؟ لا ما في جواب. ما عم يقول ما في جواب. قولي حتى لو غلط قولي. ما في منه. يو واكيم لوف. الجواب هو يورجن كلوب. السؤال للكا. من هو الإسباني مدرب فريق مانشستر سيتي خلال 2016؟ بيب غوارديولا. صح يا الياس. علامتين لإلكن وأول تعادل بالحلقة لليلة. منتابع مع الدي، والسؤال. من هو مدافع فريق برشلونة بكرة القدم عام 2016؟ بيكي. صح صح. علامتين لإلكن، صار معكم 9. بعتقد الياس رح يعدلكم لأنه سؤال هين. من هو اللاعب 40 سنة الذي خاض موسمه 25 مع روما بأيلول 2016؟ توتي. توتي صح. صح صح يا الياس. كمان رجعتوا تعدلتوا 9-9. سؤال تاني بكرة القدم. في تصفيات كأس العالم أيلول 2016 على أي منتخب فاز منتخب كندا؟ السؤال الثالث بكرة القدم. اتركوها تركز. USA؟ لا. مكسيكو؟ مين؟ مكسيكو؟ لا. استراليا؟ كمان لا، ما تزعلوا. سلفادور. سلفادور. 3-1. السؤال للكا. في تصفيات كأس العالم أيلول 2016 على أي منتخب فاز منتخب الأوروغواي؟ كان في هينكم ياه بس. شو يا أستاذ كمان؟ فينا نمرق ولا كلمة؟ شو؟ لا تصفيات. تصفيات كأس دبه. العالم. تصفيات 2016، ما وصل كأس العالم 2018. بيرو. قريبة لإلها. باراغواي. الأوروغواي، الباراغواي. أنا شباب شرحت لكم عندكم فوتبول 2016.
2016 بصير في التصفية بتنوصل على 2018 انكلوب 2016. منتبه مع الدي. والسؤال كمان بكرة القدم، من هو اللاعب والمدرب الويلزي الذي ترك نادي مانشستر يونايتد بعد 29 سنة؟ أنا أعطيناكم جنسيته، من ويلز. ويلز يعني مقاطع ببريطانيا. الجواب هو رايان جيكس. شباب بتقولوا السؤال صعب، مش صعب، اهميته 29 سنه بقى بالنادي، من هون قوته انه يترك بعد 29 سنه. اكيد عملوا له اكبر احتفالات، ما ضل في مجال السبور غير ما حكيت عنه. منتابع مانكا، ما كانت نتيجه المباراه في الكوبا امريكا بين الارجنتين والولايات المتحده؟ بدك ينتبهوا للرقم. لكن الرقم بيلفت النظر، مش هناك صرحنا السؤال. الأرجنتين والولايات المتحدة. يعني تيجي يلفت النظر. فرق بس. ثلاثة صفر. بينك وبينه. أربعة. أربعة واحد. جوابتم بلا ما انتبه، 4-0. بسيطة يا مروان. بعد في سؤال سبور؟ ما انتبهت انه بعد في هنا بده يجاوبوا، مشان هيك قلت لي بينك وبينه. ما هذا كله ما انتبه. ما انتبه، قال 4-1. بنتبه مع الدي. والسؤال الأول بالسينما، سمي أحد بطلي فيلم تشندلرز ليست الذي أخرجه سبيلبرغ عام 93. ليام نيسون. ايه ليام نيسون صح. بدك تسمي واحد صح؟ اسمي احد. ايه انا فكرت بدك الاثنين. برافو. علامتين لكم، صار معكم 11 علامه. السؤال هلا للكا، ما هو اللقب الذي حصل عليه المخرج هيتشكوك من الملكه اليزابيث؟ لازم يكون هين حتى لو ما بتعرفوا فيه. إنه الملكة إليزابيث. ملكة كينج أوف ملكة إنجلترا يعني أكيد. ملك المسرح. شو شباب هون؟ لا لا ما بيعرف. سير لقب سير. شو بتعطي الملكة عادة؟ الملكة كل واحد عظيم بتعطي لقب سير. مكتوب عندكم هيتشكوك الوحيد بين كل مخرجين السينما اللي عطته لقب، يعني صار لورد من اللوردات الكبار. منتبه مع الدي. والسؤال، من هو بطل فيلم تويكس الذي اخرجه فورد كوبولا عام 2012؟ تعرفه بس نسيته، اتركوها تركز. تذكرت الاسم؟ هو قال بطل ولا البطلة؟ بطل. بطل. الجواب هو فال كيلمر. بسيط. منتبه مع الكا. والسؤال بالسينما، ما هو الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبرغ عام 95 وقام ببطولته إيران كين وفرانك سيلفيرا؟ Paths of Gloria؟ لا، Killer's Kiss الجواب. منتبه معكم كا. والسؤال بعدنا بالسينما،
من هو بطل فيلم هيتشكوك Strangers on a Train الذي أخرجه عام 1951؟ يلا يا صبايا. ايه شو؟ يلا قول. جيمس. مش جيمس. راين اونيل. بس بالره ببلش. روبرت ووكر. هو اللي عطى علم بول ووكر يمثل. منتابع معكم كا. والسؤال. من هو بطل فيلم أبوكاليبس الذي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا عام 79؟ توم كروز. تشارلي. مارلون براندو. السؤال الأخير بهالفقرة مع الرحبني لجروب دي. أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية ناس من وراء للأخوين رحباني. شو فيها إذا نعوم حبة لنعيمة؟ فيها شيء يا أستاذ كمان؟ حبة نعيمة. بعدين شباب هاي الغنية أنا من مسرحية ناس من وراء، هلا مش مغنيتها فيروز بس نحن بنذكر، المهم المسرحية. أنا مرة حبيت وحدة اسمها حليمة. صح. برافو. علمتين لإلكن، صار معكن 13 علامة. منتابع مع الكا، والسؤال. أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية الشخص للأخوين رحباني. قولك بعد الفرقة والعمر العتيق. رح نرجع. ما في جواب. لا مش رح نرجع. ما في جواب. الجواب هو منوقع مثل ورقة كل مين عطري. بنهاية الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير أريكا بذكر بالعلامات 13 علامة للدي مقابل 9 علامات للكا. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة. مع بداية الفقرة الثالثة من أريكا بذكر بالعلامات الدي معهم 13 مقابل 9 علامات للكا. نبدأ مع الدي والسؤال الأول بسرعة البديهة. استعمل الرقم 8 8 مرات لتحصل على العدد 9784. معكم دقيقة لتعطوني الجواب. أنا بهالوقت بحب أتشكر كل اللي ساهموا معنا لإنجاح هيدا البرنامج، من المنتجع السياحي زون جيت، جاردينيا، جراندار، إتيل شوكولا، بوبينز، ماستر وشركة كهرباء زحل. أكيد بدنا نشكر. شكرناها. نرجع نشكره للأب سابا سعد لاستضافته لنا على مسرح كلية الشرقية. أكيد للأستاذ خليل المر كمان. يا. يلا يا فانيسا. 8888. راجع خليني اسمع منيح. علي صوتك. لا بعد ما بلشت. يلا. 8888 زائد 888 اوكي زائد 8. عفيت. صح. عفيت. يا فانيسا علمتين لإلكن، صار معكم 15. ما تعصبوا بعد فيها تتغير طبعا العلمات. طبعا سؤال لإلكن.
استعمل الرقم 9 7 مرات لتحصل على العدد 1099. أنا اللي يلا إيه أنا 999 زائد 9 9 ومنزيد 99 صح. صح يا ميشيل، علمتين لإلكن، صار معكن 11 علامة. السؤال الثاني بسرعة البديهة لدي، ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد التالية ولماذا؟ 156 273 672 403 793. كمان معكم دقيقة لتعطونا الجواب. شو يا استاذ كمان، رح تلاقي غير طريقة فانيسا؟ والله ما بعرف إذا بيقدروا يلاقوا غير طريقة، عم جرب أنا مش عم بلاقي، تنشوف هن إذا بيلاقوا غير طريقة. أنا عملت طريقة تنشوف إذا هن عندهم وحدة غيرها، ما بعرف. قرب الوقت ينتهي صبايا وشباب. مارون يمكن لاقيها ولا شو؟ يلا 156 156؟ ليه؟ مش ديفيزي بار سيت، مش ديفيزي بار سيت. لا في لحظة لحظة، لا لا لا، مرة واحدة بيحكوا خلصت. لا خلص ممنوع شباب. شو يا بلال أو ميشيل؟ 403. لا الجواب هو 672، لأنه كلها تنقسم على 13 ما عدا هيدا الرقم. بينقسموا على 13 مش على 3، انتبهوا. والأجوبة هن 156 بيعطيني 12، 273 بيعطيني 21، 403 بيعطيني 31، 793 بيعطيني 61. منتابع مع القاء، والسؤال كمان بسرعة البديهة. ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد التالية ولماذا؟ 434 567 761 651. مش الحال مع بلال، هيئته لاقيها 476 ما بتنقسم على 4. ايه قصدي هي الوحيده اللي بتنقسم على 4. غير طريقه عن استاذ كمال فبدنا نتاكد. لا روق تشوف، خليني روق شوي، طول لي بالك. شو قلت لي؟ 476 هي الوحيده اللي بتنقسم على 4. يعني هوليك ما بينقسموا على 4 الا 15 و2 17 بتجي بال 217 هذيك بتنقسم. روق خليك معي شوي تشوف، طول بالك ليشوف لك اياها استاذ. 400 بتنقسم على 4 على 4. باقي كله بينقسم. اوكي هوديكي هوديكي 4 3 4 ما بتنقسم على 4. خليني اتاكد. نون ديفيزيبل ايه هوديكي اكيد امبير نون ديفيزيبل. عفاك طريقه غير طريقتي بهني. عفاك. لا بس سؤال لانه شو طريقتكم انتم كانت؟ انه 761 لانه ما بتنقسم على 7. برافو عفاكي. طريقتي انا هي الطريقه اللي اخذها انا. ولا بهنيكم اخذتوا طريقه غير طريقتي ولوجيك. علامتين لكم، صار معكم 13 علامه. هون بالماتيماتيك اللي بتفهموا شغله بالذكاء سرعه البديهه، انه مش ضروري تاخذوا طريقتي، يعني في عده طرق بيكون هيدي هون سرعه البديهه اكزاكت. هن بهنيهم عرفوا الطريقه اللي عملتها انا.
منتبع مع الدي، والسؤال كمان بسرعة البديهة. ساكن رمسه اللي مظلم، طعامه براسه معلم، بيقوم بيمشي بلا إجرين، وعايش صامت متكلم. عن ماذا يتحدث الشاعر؟ ساكن رمسه اللي مظلم، يعني كأنه ساكر بقبر بقبر مظلم. تذكر؟ رمس القبر. طعامه براسه معلم، من أكله على براسه بيعلم. هلا هيدا شوي صعب، بس وقت تعرفوه رح يكون ولا أسهل. عايش صامت متكلم. شو يا ديما؟ قرب الوقت ينتهي. قرب الوقت ينتهي. خلص الوقت. ساعة. الكتاب؟ لا. القلم. ما طعامه براسه. القلم صامت متكلم، بكتب بالقلم. مزبوط. بيعطيك كل شيء بس ما بيحكي. الكتاب كمان صامت متكلم. الكتاب بس انتبه. قلت لك طعامه براسه معلم. الكتاب طعامه براسه، القلم قلم رصاص طعامه براسه. كل كلمة لها معنى بس بدي ركبها. اوكي. السؤال للكا. فيكم من خلاله تعادلوا النتيجة. شجرة أكبر من سنك، بتعطي ما بتاخد منك. حملها مطرح ما تروح، تضل تعرف عنك. عن ماذا يتحدث الشاعر؟ هوي. غلط هون. الياس لشو تتسرع يا الياس؟ شباب يلا. حملها مطرح ما تروح تضل. قول بعد ما خلصت الدقيقة إذا بدكم. بعد ما خلصت الدقيقة، هو الياس تسرع وجاوب تك بدل ما يطول باله شوي. شو الجواب صبايا وشباب؟ يلا. أعطيكم شانس الياس، يلا. خلصت خلصت. يلا. عندكم جواب؟ الجواب هو شجرة الأرز. أكيد قلت لكم اسمها شجرة، بتقولوا لي الهوية ما اسمها شجرة. حملها معك مطرح ما تروح. حاطط سكرتك مش حاطط أرزي ولو؟ شو قصتك؟ شو بيعرف عنك غير الأرزي؟ السندياني بتعرف عنك؟ الشباب شوي متشنجين لأن العلامات متقاربة. متابع مع الدي. وآخر سؤال بسرعة البديهة. بصير بما يوحى إليه وماله، لسان ولا قلب ولا هو سامع، كأن ضمير القلب باح بسره إليه إذا ما حركته حركته الأصابع. الكتاب. 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 لا. معكم شانس. العود. لا. الوجه بعتقد. القلم. القلم. كمان القلم. زيت الشيء. زيت الشيء. زيت الشيء. عطيت سألتكم سؤالين عن القلم، قلت بك توقعوا بالفخ وقعتوا. اوكي شباب. تحركه الاصابع. وهو صامت. وهو صامت. والكتاب كمان. ولا قلب له ولا هو سامع. انتبهوا. لا، كأن ضمير القلب باح بسره. انت الكتاب مكتوب بس تكتب بتروح بالسر. الكتاب مكتوب بس انت عم تروح بالسر عم تكتبي. يلا ما بتكتبي على الكتاب، الكتاب مكتوب. في فرق. منتابع مع الكا. واخر سؤال بسرعه البديهه. ما اسم لذيذ النفس يدعيها، مجنى جماعه في مشايعها، لكن اذا ما اوله تلاشى، أضحى وباء للناس
يرعبها، عن ماذا يتحدث الشعر؟ انتبهوا منيح. ما اسم لذيذ النفس يدعيها، مجنى جماعة في مشايعها، لكن إذا ما أوله تلاشى أضحى وباء للناس يرعبها. يعني إذا تلاشى أوله صار وباء للناس، شو بده يكون؟ وباء يعني مشايع، يعني جماعة كبيرة. يلا لازم تلاقوها هينة. ايه ايه بس شيلوا اوله. لا ميرا صار وباء، صار وباء. يلا خلص الوقت. نار نار عسل عسل. شيلوا العين صار سل. شيلوا العين صار سل. الجماعة بتشتغل في المشايع العسل. مع نهاية الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الثقافي الكبير إريكا، بذكر بالعلمات 15 للدي مقابل 13 للكا. نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لإعلان النتائج. صار الوقت لنعلن النتائج. الفريق اللي حل معنا بالمرتبة الرابعة هو الفريق كا، أما الفريق اللي حل بالمرتبة الثالثة فهو الدي، أما الفريق اللي حل بالمرتبة الثانية فهو بي، والأول بيكون معنا أش. التحدي الثقافي الكبير إريكا لمدينة زحلة، فكرته وروحه وتنسيقه للسيدة مها معلوف الأصوف اللي سهرت عليه ورعته وحضنته، وكانت العلاقة المباشرة بين وبين المؤسسات التربوية. الكلمة للسيدة مها معلوف الأصوف. تفضلي مدام. ميرسي ميرا وبونسوار للكل. أنا بالحقيقة شخص من جماعة اللي هي لجنة الشبيبة والمرأة ببلدية زحلة، وبرعاية بلدية زحلة ورئيسة المهندس أسعد صغيب أطلقنا هالفكرة بالتعاون. المبادرة ما كانت إلي، يمكن أنا تبعت المبادرة، هي لمصلحة الطلاب وخريجي حزب القوات اللبنانية، مشكورين على جهودهم. بس الأهم من هيدا كله، اسمحوا لي بالأول اتوجه بالشكر العميق ومع كل الاحترام والتقدير لمعالي الوزير ملحم الرياشي، لأن لو ما هو إصراره ودعمه وتشجيعه لإلنا ما قدرنا. السنة تأجل عدة مرات مثل ما الكل بيعرفوا، وساعبت ظروف صعبة ما قدرنا كنا نستكمل، إنما بتشجيعه وبدعمه قدرنا أنه ينعمل بهالتاريخ هيدا. واسمحوا لي بس هون أقدم شكر خاص للكلية الشرقية، بدي أتمنى عن جد إن شاء الله على طول بيضلوا هيك منورين مؤسساتنا التربوية. بدي أتقدم بالشكر إلى جانب الشرقية من الكلية الشرقية من معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات، الأم إميل جوزيف، الشرقية بير سيبا سعد وأبونا ديمتري اللي دعمونا لآخر حد، الإنجيلية مدام كريستين الرئيس، ثانوية البنات المدير سعادة المدير أنطوان باروكي، الأنتونية الأم جيروم صخر، القلبين الأقدسين الرئيسية الأم ماري أنجيل مراد، العائلة المقدسة مارلياس الأم ماري ريمو أبو حبيب. بس بدي خص بالشكر مدراء الثانوي واللي هن اشتغلوا معنا على الأرض، الأستاذ خليل المر، مدام ربيعة أبو خاطر مع برعاية سور جوستين، أستاذ جوي عزام، أستاذ موسى ترباي، أستاذ زاهي كرم، ومدام إلهام زناتي معلوف. شكر كبير لكم. الشكر لي عن جد هالنهارين يمكن صرنا نقدر أكثر. تلي ليبان وضع حاله بتصرف هالحدث
إنما فريق العمل والتعب اللي تعبتوه معنا مشكورين جداً عليه. تحية كبيرة لإلكم، مش بس عزبتوا من بيروت عزحلي، كمان كل النهار على مدى مبارح واليوم وقبل مبارح وجمعة الماضية كنتوا حدنا. عن جد زحلي بتقدر هالمجهود اللي عمله تلالي بان. صحيح مثل ما بتقول ميرا كل مقدمة انه هو تلفزيون الكل، بالحقيقة تلفزيون الكل، ونحن مثل ما هو حدنا اكيد نحن حده. تفضل رئيس. شكرا، شكرا لكم، شكرا للطلاب لمشاركتكم، والحلو فيكم هو هالمزيج اللي كان موجود بكل فريق. انتوا بتمثلوا، كل فريق كان عم يمثل تقريبا عدة مدارس من مدارس زحلي. اليوم نحن مسؤوليتنا كمدينة بزحلي مش بس انه نهتم بحالنا، ما فينا نرتقي والجوار ما يرتقي معنا، نحن وياهم ما نرتقي سوا. لذلك ما نشوف بركة سنة الجاي رح نعمل اتصالات مع رأس البلدية الجوار كليتها لحتى نقدر نجيب عدد أكبر من الطلاب، نخلط ببعضنا منيحة، صحية لإلنا كتير وصحية لإلهم. نحن الخلطة ببعضنا كتير حلوة، والحلو إنه ما عم بتبين منافسة بين مدرسة ومدرسة. بكل مدرسة في طلاب منيح وفي طلاب وسط، إنما نحن ما عم نجرب نشوف المدرسة قديش قوية، خلينا نشوف هالفريق الفرق، وهالفرق تخلق من بيناتكم أصدقاء حتى من غير مدرسة، وهذا شيء هدف كتير منيح. يصف الواحد عنده أصدقاء بغير مدرسة، بغير محيط حتى. لذلك أنا بتشكر كتير هالقيمين على هالبرنامج، بتشكر تلفزيون لبنان اللي اشتغل معنا يومين بشكل قوي كتير، بتشكر استاذ كمال، بتشكر مدام ميرا، وما في شك معالي الوزير ملحم رياشي، كنا منحب انك تكون معنا هون عم بتوزع الجوائز، بتشكرك، بتشكر اللجنة السقفية بالبلدية يلي موجودة معنا، وشكرا لكل واحد كان موجود ومساعد لنا بشكل قوي كثير. ميرسي رئيس. من بعد ما استمعنا لكلمة رئيس البلدية المهندس أسعد صغيب، بدي أطلب منه ومن منسقة التحدي الثقافي ومن أستاذ كمال نخلة يبدو بتوزيع الجوائز. نبدأ مع الفريق الرابع. أنجليك حزيلي. تفضل رئيس. كارين منير. مبروك. بلال حمدانية. ميشيل معقر. ليس أحمر. زينب أبو حمدان. بطلب من الفريق الثالث يتفضل لعنا لاستلام الجوائز. سلينا رحيمي. ديما سمايلي. سارة الخطيب. مريم أبو فيصل. فانيسا غيا. مروان تنوري. صار الوقت نطلب من الفريق الثاني يتوجه لاستلام الشهادة تبعه. شربل تنوري. لوتشيانا مارديني. رالف صليبا. جورج كبوشي. زينب علو. مبروك. كيفن ترشيشي. مبروك يا بس بحب الفت النظر مثل ما برغبه استاذ كمال انه هالشهاده اللي انعطت مؤيد عليها لانكم خميره الفكر، وبالحقيقه اولادنا هن خماير لهالفكر، وان شاء الله ربنا يعطيهم انهم يفور هالخمير ويعطي المعجن اللي لازم نحن نضل حده اللي هو معجن الثقافه والعلم. الفريق الاول تفضل استلام الشهاده. ليه سلوم.
مبروك يا الياس. ستيفاني مغربي. ميرسي. جورج أصوف. لين الماس. نبيها الحجيري. وجواد أبو داي. بدهم كلهم تصير. مبروك يا الياس. بتشكر الكل على حضورهم معنا، وصار وقت نقلكم باي باي، وملتقانا ان الله راضي بيتجدد السنه الجايه.